إن تحية طيبة نتناول في هذا الدرس إعادة مراجعة المفاهيم المشكلة لدروس الفلسفة لهذه السنة مع بعض الأمثلة التي يمكن أن تساعد التلاميذ على فهم الإشكالية لكل محور، والأمثلة كذلك يمكن أن تساعدهم على الكتابة أو على التحليل. كاين بزاف ديال الأمثلة اللي ممكن أن التلاميذ يعتمدوا عليها أثناء مرحلة ديال التحليل، باعتبار أن المفاهيم الأمثلة هي مهمة أثناء التحليل باش اولا كتبين التلميذ انه فهم المضمون ديال افكار النص او فكره القوله او الفرضيه التي يدافع عنها في السؤال، وكذلك تمكن كذلك من تطوير الكثير من الافكار، لان ممكن ان مثال نعتبره كفكره. مثال نقدر ناخذ واحد المثال وانا كنشرح افكار النص، نقدر اولا القولة ولا الفرضية ديال السؤال أنا كنشرح فيهم، وفي نفس الوقت ممكن نعتبر بأن هاد الشيء راه فكرة غير المثال. ما تنقولش فكرة واحدة في المثال وكندوز، ولكن طبعا كنحاول هاد المثال نشرحه مزيان. طبعا الشرح ديالي للمثال كيساعدني كذلك على انني انا اصلا ملي كنكون كنكتب وكنعطي واحد المثال راه كنفهم الفكره بشكل جيد اكثر من انني نبقى نتكلم بشكل جريدي. هنا طبعا عندنا كل محور وعندنا الاشكالات اللي مطروحه فيه وكذلك الامثله اللي ممكن نوظفوها. ان احنا في مفهوم الشخص بالتحديد حينما نتناول مساله ديال الهويه نتناول نقطة أساسية، وهي كيف يمكن أن نعرف الشخص، على أي أساس ممكن أن نعرفه. طبعا كاين التعريف البسيط الذي يلجأ إليه الناس هو الثقافة أو الدين أو اللغة أو حتى الشكل الخارجي. من الممكن كيعتمدوا عليه بزاف ديال الناس ملي كتقول من هو المغربي، كيجاوبك سؤال مغربي الذي يعيش وفق التقاليد والعادات المغربية، يدين الدين الإسلامي، يتكلم اللغة العربية أو اللهجة المغربية. أو ممكن أن نقول أنني كنعرف الشخص من خلال الشكل دياله، طبعا ملي كتبدل الشكل دياله تنقول سواء مع بعض المسائل المتعلقة بتغييرات الزمن، أن الإنسان تيكبر كيتبدل الشكل دياله، أو تنقول مثلا واحد المده ما كنكونش شفت فيها داك الانسان ثاني كنقول راه ما تعرفتش عليه ما فهمتوش. كاين كذلك المسائل المرتبطه بتحديد على اساس ما هو قانوني. ملي تنقول من هو الفرنسي ساقول هو كل مواطن يعيش داخل الدوله الفرنسيه ويتمتع بحقوق المواطنه التي تكفلها له الدوله الفرنسيه. هنا كيبقى مشكل، او ممكن ان اعرف الانسان من خلال الجنسيه، هذا رجل هذا امراه. التعريفات بالنسبة للفلاسفة ليست تعريفات دقيقة لسبب بسيط، هو أن الهوية، أن هذه العناصر كلها التي اعتمدنا عليها في تعريف الشخص أي في تحديد هويته، كلها عناصر ممكن أن تتغير. طبعا هنا قدمت مجموعة من الأمثلة التي تحيل إلى تغيرات هوية الشخص. هذه العناصر مرتبطة ب ما هو موجود، مرتبطة أولا بتحولات الزمن. طبعا الإنسان ملي تيكبر راه الشكل ديالو كيبدا نوعا ما يتبدل، كذلك تغيرات الزمن. الإنسان ملي تيكبر وتنضج نوعا ما أو تعيش واحد التجارب، كذلك سواء بعض التجارب الإيجابية أو التجارب السلبية، تجارب ناجعة أو تجارب فاشلة، بعض الحوادث اللي كيتعرض ليها طبعا تؤثر في شخصيته، تؤثر في قناعاته، تؤثر في
في تفكيره، تؤثر حتى في تصور الأشياء، تؤثر حتى في طبعا الشخص كيكون في واحد المرحلة ديال المراهقة، كيفاش كيتعامل، كيفاش كيفكر، كيفاش كيشوف الأشياء، كيفاش كيفهم الحياة. ماشي هي في واحد المرحلة والإنسان تيكبر أو تينضج، إذا هنا كيوقع لواحد الشخص نوع من التغير. فلذلك ما يمكنش نبنيو الهوية ديالك على أساس شخصيتك، نعرفك أنت أن الشخصية ديالك أو من خلال القناعات اللي كتآمن بهم أنت، أو من خلال الأفكار اللي كتآمن بهم أنت. كذلك كذلك اليوم مع التطورات اللي كيعرفها مجال ديال الطب، خصوصا الطب ديال التجميل، كيفاش ان الانسان اللي عنده واحد القدره يغير الشكل ديالو بشكل كبير. العمليات ديال الجينيكولوجي في تحويل الجينز، كذلك المشكل اليوم مرتبط بالجينز الثالث ما بين الذي لا يمكن ان تحديده وما بين رجل او امراه. هادو ما يمكنش تما نعتمدوا عليهم، لان كما قلت التعريف البسيط اللي كيعتمدوا عليه الناس في الحياه اليوميه هو الشكل الخارجي. ملي كنقول الانسان ما عرفتكش لانك تبدلتي في شكلك او ان كبرتي وتغيرتي كليا في الشكل ديالك، هذه ما يمكنش نعتمد عليها، لان هذاك الشخص اللي انا شفته شحال هذه وكان بواحد الشخصيه وكان بواحد العقليه وكان بواحد القناعات وبواحد الافكار، ماشي هو الشخص ديال دابا. لان كيف ما قلت هاد الشخص كيتغير مع هاد التحولات ديال الزمان اللي كنا هضرنا عليها. كذلك لا يمكن أن نعتمد على الهوية القانونية الجنسية أو صفة المواطنة، لأن من الممكن اليوم مع الهجرة ومن الممكن أن تبدل الجنسية ديالك، ممكن أنك تنتقل من مواطن مغربي إلى مواطن فرنسي. طبعا هذا التغيير هو كيأثر لنا في شخصيتنا، كيأثر لنا في بزاف ديال الحوايج. كذلك لأن اليوم كيف ما هو مكتوب أن من بين الحقوق التي يشدد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو حق اعتبار أن لكل شخص الحق في أن يكون مواطن يتمتع إما بمواطنة البلد الذي ينتمي إليه أو البلد الذي ولد فيه أو البلد الذي يقطن فيه. لا يمكن أن نعتمد على هذا الأمر لسبب بسيط، وأن هذه الأمور تتغير. كذلك من الممكن أنك تكون في المغرب مواطن مغربي تتمتع بواحد الحقوق، ولكن كتمشي مثلا لدولة أخرى تتغير الحقوق ديالك، تعطاك حقوق أخرى أو حقوق جديدة، تصبح مواطن آخر. كيف ما قلت مع الهجرة واندماج ديال الكثير من المهاجرين وصنف دول مثلا بحال الولايات المتحدة الأمريكية اللي فيها التعدد ديال الثقافات، تعدد اللغات، تعدد الديانات، تعدد الأصول الاجتماعية، وهو اللي كان ما يمكنش نعتمد على هذه المسألة لسبب بسيط كيف ما قلنا، وهذا التغير اللي تعرفه الإنسان. وهنا مكتوبة هي اشرت لي هنا مسألة ديال الهجرة وتأثير تغيير المحيط على تفكير وقناعات الشخص الدينية والاجتماعية. هذه المسائل حتى هي ليست جوهر ثابت أو عنصر ثابت يمكن أن نستند عليه في تعريف الشخص. وسبب كما قلت اليوم مع الهجرة ناس اللي كينتقلوا من مجتمع إلى مجتمع آخر، طبعا ممكن أن يغيروا دينهم ولغتهم وجنسيتهم، طبعا يمكن أن يغيروا حتى قناعاتهم وأن يغيروا معتقداتهم، وطبعا شخصيتهم تتغير حسب المحيط. شخص يعيش داخل مجتمع مثلا محافظ ويهاجر إلى مجتمع نوعا ما متحرر أو ليبرالي، طبعا يتأثر بهذا التحول. فلذلك هذه المسألة ليست مسألة دقيقة جدا في أساس في تحديد هوية الشخص، لأنها مسألة متغيرة. البعض يتكلم على أن هذا كذلك هوية، أن الإنسان ليست هوية ثابتة ولكنها تتغير حسب تغير التجارب ديالو، حسب تغير الثقافة، تغير المجتمع، تغير الزمن. في حين أن الفلاسفة يدافعون عن ما نسميه بالأنا الثابت، الأنا أو العنصر الثابت أو الجوهر الثابت في الشخص.
هذه الهجرة كذلك اليوم مرتبطة بما سنتكلم عن مجتمع العولمة، المجتمع الذي استطاع مثلا اللي كتكلم في مجتمع بحال المغرب مثلا كتقدر تلقى مغاربة عايشين في مجتمع مغربي ولكن يعيشون في نوع من العقلية، ثقافة، لباس، الأنماط ديال العيش، عادات معينة في اللباس، في التصرف، في تصور العلاقات الاجتماعية، اللي ربما تقدر بحالها بحال الأمريكاني، بحالها الفرنسي، بحال واحد في آسيا، لأن اليوم مع مجتمع الصورة تحيدت هذه الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية، ولينا كنتكلموا على مجتمع واحد. أن احنا ورغم أننا كنعيشوا في مجتمع محافظ تقليدي أو شرقي نوعا ما، ولكن كتلقى الناس يفكرون أو يعيشون أو يلبسون أو يختارون نوع من النمط الاجتماعي ربما مشابه لدور شخص في آسيا أو في أوروبا أو في أمريكا. إذا هنا ما بقيناش كيف ما قلت، هذه الثقافة والدين واللغة والشكل إلى غير ذلك مشكل مطروح اليوم، أو عفوا ليس مشكل ولكنه يشير إلى صعوبة تحديد الهوية انطلاقا من هذه النقط بسبب كيف ما قلنا هو أنها تغيير. فإذا هذه الأمثلة التي تشير إلى أن هذه العناصر كلها تشير إلى الكثير من التحولات التي يعرفها الشخص، ولكن التحولات كيبقى الشخص هو أي ربما تجربته كتبدل، شخصيته كتغير، دينه كيتغير، أو ربما تكون تجربته تغتني مع هاد الأشياء التي عاشها أو الحوادث التي مر منها أو التجارب التي عاشها، ولكن تبقى الشخص هو هذاك الشخص اللي كان ربما مغربي، مسلم، عربي، أمازيغي أو ذلك، هو نفسه اليوم هذا الفرنسي المسيحي، المواطن الفرنسي اليوم كيبقى كيحس أنه داخليا أنه تيقول لك أن هذاك الشخص راه هو أنا. كاين اليوم مسألة حتى مع ربما حتى مع تحويل الجنس أو تغيير الجنس، كيبقى كيحس أنه ذلك الشخص الذي كان رجل هو تيقول لك أنا اللي هو اليوم أنثى مع هذا التحويل في الجنس أو في تحويل ديال الشكل. بذلك حاول الفلاسفة ما وراء هذه التغييرات أو التغيرات أو التحولات التي يعيشها الشخص، سواء تحولات داخلية مرتبطة بشخصيته، بقناعاته، تفكيره، بالمبادئ ديالو، في نمط العيش ديالو، او تغييرات خارجية مرتبطة بالشكل ديالو. حاولوا ان يبحثوا عن هذا الجوهر. من تنقولوا الجوهر تنشيروا الى اولا عنصر ثابت، هذا العنصر الثابت الذي يمكن من خلاله ان نتجاوز هذا التحول. شنو هو هذا العنصر الثابت في الشخص الذي لا يتغير؟ هذا العنصر الثابت في الشخص الذي لا يتغير حدده طبعا ديكارت في العقل، حينما قال بان اهم بعد يميزنا كأشخاص عن كل موجودات أخرى هو التفكير، هو العقل عفوا، وهذا العقل يتجلى من خلال ممارسة يومية نقوم بها اللي هو التفكير، باعتباره هو الوسيلة التي يمارسها الإنسان من أجل الوصول إلى الحقيقة. وطبعا عبر عن هذه الفكرة في عبارتي أنا أفكر إذا أنا موجود. طبعا هو لا يتكلم عن الوجود المادي البسيط أنني حي وعيش، ولكن ما يميز وجودي أنا كإنسان بالدرجة الأساس إنما هو التفكير بالتحديد. وهذا التفكير طبعا لا يمكن أن يفقده الإنسان، أو إذا فقده الشخص لن يصبح شخص، يصبح كائن حي أو جماد أو ذلك. ما يميزني بالدرجة الأساس هو هذه العملية ديال التفكير، وهي طبعا ستطرح فيما بعد نقاش حول من لا يملك الناس الذين يعانون من عدم اكتمال القدرات العقلية ديالهم، هذا اللي يمكن أن نعتبرهم ليسوا بأشخاص، وهي مسألة سيطرحها كانت في درس قيمة الشخص. طبعا جون لوك ركز على مسألة الذاكرة، واعتبر بأن ليس العقل وحده هو من يحدد الهوية، ولكن نحن نعرف أننا نفكر، ونعرف أننا موجودون، ونعرف أننا نعرف أننا نتكلم الآن، ونعرف الآن أننا نعيش في المغرب، ونعرف أستطيع أن أميز ما بين هذه الأفعال، أنني الآن أتكلم أو أنني الآن أشرح أو غير ذلك. هذه كلهم ترجع جون لوك لصفة أساسية اللي هي التفكير، درجتي الأساس عفوا الشعور.
والشعور كقدرة على الإحساس الواعي، أي أن الإنسان يحس ولكنه يعرف ما يحس به من أفعال. طبعا هذا الشعور من بين الأشياء التي ما يؤثر بها على الإنسان هو أن يستطيع الإنسان من خلال الشعور أن يعرف الأفعال التي يقوم بها. كنعرف أنني الآن أنني كنتكلم وأنني كنناقش الآن في الدرس ديال الشخص، وأنه ليس هو درس الغير، وأنني أخاطب تلاميذ سنة الثانية بكالوريوس السنة الأولى، وأنني أوجد في المغرب وإلى ذلك من الأمور. هذه القدرات على التمييز يمنح لنا الشعور، أعرف أنني أنا ذلك الشخص الذي يوجد الآن هو نفسه الذي كان سنة 1900 وكذا وكذا، وأنه هذا الذي ربما تغير اليوم مع التحولات والتجارب أو هذه الأحداث هو نفسه الذي كان قبل ذلك هذه الأحداث وهذا الوقائع. وهذا الشيء طبعا تمكننا من الذاكرة، الشعور اللي هو شعور كذلك بالحاضر ولكن شعور كذلك بالماضي، أي القدرة على معرفة ما كان يقوم به الإنسان. لأن بمجرد يعني طرحت هنا بمجرد أن الإنسان يفقد ذاكرته إما بسبب النسيان أو بعض الحوادث التي تقع له أو بعض الأمراض التي كالزهايمر التي تفقد ذاكرته كليا، يطرح مشكل هو أنه لم يعد يعرف ما يقوم به. فإذا الذاكرة هي أهم شيء بالنسبة لجون لوك، لأن بمجرد أن نفقد الذاكرة واخا كنفكر الآن ولكن ما عارف شكون أنا. وهذا علاش كي دائما الانسان ملي كيفقد الذاكره ديالو او كينسى او بعض الحوادث الكبيره تيقول لك شكون انا. علاش؟ لان الزمن الثابت او الزمن المكتمل الذي يمكن ان نتكلم عنه هو زمن ديال الماضي. الحاضر يتغير بشكل كبير، الماضي المستقبل غير موجود، ولكن الزمن الوحيد اللي هو الماضي. فلذلك احنا ملي كنتكلموا راه كنتكلموا دائما عن نفسنا في الماضي، حتى فعل كنديرو من بعد جوج دقائق او قل كنقول راه قلت او انا اللي كنت كنهضر قبيله او عرفتيني الى ذلك. فاذا بدون هاد الذاكره الانسان اول حاجه ما كيبقاش عارف شنو كيدير. بالنسبه لسيغموند فرويد يحاول ان يركز على مساله مهمه جدا، هو ان في هويتنا نحن ما ندركه في شخصيتنا أو في شخصنا ليس إلا جزء بسيط جدا. يعني هذا الشيء كان كيهضر عليه ديكارت وجون لوك، من الأفكار التي يدركها الإنسان أو من الأشياء التي يتذكرها الإنسان أو الأشياء التي يميزها ويعرف ما يقوم بها من خلال الشعور. بالنسبة لفرويد يلاه جزء صغير، جزء أكبر من الأفعال ديالنا نحن ما كنعرفوش. لكي أعرف شخصيتي وأعرف الحقيقة النفسية يمكن أن أعود إلى بعض الأمور مثل الحلم اللي من خلاله تتجسد الشخصية الحقيقة، لأن في الحلم يمكن أن نكتشف الشخص الحقيقي وأن نعرفه، لأن في ذلك الحلم كيظهر لنا هذه الأشياء التي لم تستطيع أن تتجسد على أرض الواقع. فإذا شخصية الإنسان يعني شيء ثابت الذي لا يتغير، هو أن الإنسان فيه جانب يدركه الإنسان اللي هو جانب الشعور الذي تكلم عنه الفلاسفة، وجانب لا يدركه الإنسان ولا يعرفه ولا يتحكم فيه هو جانب ديال اللاشعور الذي يسمى فرويد أنه صراع دائم ما بين ما نريد ما يسعى الإنسان إلى تحقيقه ويمثل الجانب الفطري في اللي هو الهو متعلق بحب الذات بالأساس اللي هو الجانب الأناني، أو طبعا هذا الجانب مواجه بقواعد وضوابط التي يمثلها الأنا الأعلى. وطبعا كاين الجانب ديال التوازن النفسي ما بين هذا الجانب الغريزي والجانب الأخلاقي المكتسب. إذا عدنا إلى سؤال قيمة الشخص، طرح سؤال قيمة الشخص هو أن الفلاسفة يحاولون أن يفكروا في ما يحدد مكانة الشخص في الوجود، وبالتالي الوضع الذي يفرض علينا احترامه هو اعتبار أنه يملك كرامة لا يمكن أن تتساوى مع شخص. طبعا التصورات القديمة كانت تربط قيمة الإنسان أو قيمة كل شخص بوضعه الاجتماعي المادي أو بطبقته أو بانتمائه العرقي أو بانتمائه الديني، من هو هل هو مسلم أم غير مسلم، أو
غير ذلك من الوضع السياسي، أن طبقة الحاكمين لا يمكن أن تتساوى مع طبقة المحكومين، إلى تصور جديد مع الفلاسفة يحاولوا أن يعتبروا فيه الشخص كما هو بدون انتمائه الديني واللغوي والعرقي ولا ذلك، شيء معين في الشخص يوجد فيه هو، لا يوجد لا في طبقتي ولا في ديني ولا في لغتي ولا عرقي، يفرض علينا احترامه وتقديره. طبعا هنا كان النقاش دائما الشيء الذي يفرض علينا احترام الشخص وهو شيء حاجة فيه داخلية. طبعا هنا سنتكلم عن النقاش ما بين كانط العقلاني وأحد الكانطيين الجدد هو طمريجا، والبعض الذي يعتبر بأن القيمة يجب أن تتجسد على أرض الواقع، بمعنى أن لا وجود لشيء اسمه إنسان، ولكن وجود لمواطن، وجود لعضو اجتماعي، وجود لفرد إلى غير ذلك، وهذه الصفات هي التي تعطيك قيمتك وبالتالي تفرض علينا احترامك. هنا الفكرة ديال كانط إن الإنسان غاية وليس وسيلة، بمعنى لا يمكن أن نستغل الإنسان أو ننظر إليه على أنه شيء. يعني إحنا ملي كنتكلم على الأشياء هي لا تملك صفة الوعي أو الحرية، يمكن أن يكون جمادا أو يمكن أن يكون حيوان، في مقابل الذات، يعني ضد الشيء هو الذات. ذات طبعا كصفة محددة للشخص التي تجمع الوعي والحرية داخل شيء واحد ثابت فينا اللي هو الأنا أو الذات. هنا طبعا بعض الأمثلة التي يمكن أن يستغلها التلميذ وهو يتحدث سواء عن فكرة كانط أو يحاول أن يشرح فكرة معينة إذا كان الموضوع متعلق بالإنسان ككرامة، شنو هي السلوكات التي يمكن أن تحط من كرامة الإنسان وتهين كرامته كعقل، أي أن ليس انتماؤك الديني ولا العرقي ولا لونك ولا وضعك الاجتماعي هو ما يعطيك قيمة، ولكن ما يعطيك قيمتك هو أنك وعي، عقل هو يدرك ذاته من خلال صفة الوعي ومن خلال صفة الشعور. من هنا يمكن أن نقدم مجموعة من الأمثلة التي فيها نوع من الحط من كرامة الشخص. كاين ما يسمى بالعبودية القديمة، كاين اليوم نتكلم عن عبودية حديثة. العبودية القديمة هي التي كان يباع فيها العبيد، أو الأسواق التي كانت تباع فيها النساء طبعا، أو كذلك أطفال. وهاد القيمة ديال العبد أو القيمة ديال الجارية تتحدد من خلال سعر. طبعا الإنسان لا يمكن أن نعتبره سعر، أن السعر فيه معاملة الإنسان على أنه سلعة قابل للبيع والشراء. طبعا السعر كان يرتبط بالقوة أو العمل أو جمال، كلما ضعفت قوتك أو عملك أو جمالك إلا وضعف إلا أو قل وهبط سعرك. وهنا هذه كانت في المجتمعات طبعا قبل أن يتم تجريم العبودية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واعتبارها بأن حط من كرامة الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن، الإنسان ما كيسواش شي سعر، الإنسان السعر ديالو غير موجود. الإنسان قيمة، هذه القيمة هو اللي كيعطيها الرسول انطلاقا من الصفة ديالو ديال أنه عاقل. اليوم كاين العبودية الحديثة، ما يتكلم عن تشغيل الأطفال أو القُصّر، والتجار في الأعضاء البشرية في كثير من الدول في آسيا أو في أمريكا اللاتينية. كاين شبكات ديال المافيا في البيع في النساء والأطفال، التجار فيهم. كاين ممكن الناس اللي كيستغلوا الأطفال في الشحاذة في الطلبة، كيفاش أن الطفل تا هو كيستعمل كوسيلة من أجل التأثير في الآخرين، وهذاك الطفل تا هو كيتكرى لمدة يوم كتولي كتعامل على بحال شي واحد سلعة. كاين كذلك اليوم المسألة ديال الحقوق ديال العمال، الشركات أو المقاولات التي تتعامل مع العمال على أنهم دواب للعمل وأن ما عندهم حتى شي حقوق،
حقوق ديال فقد العمل، لا التغطية الصحية، لا الحماية ديالهم من الأمراض إلى غير ذلك. وكيتعاملوا معهم على أنهم روبو كيخدم نهار ما كيبقاش يأدي واحد العمل كيتخلصوا منه أو كيطردوا منه. هادشي علاش اليوم الدول في إطار حماية ديال الحقوق ديال العمال حتى لا يعاملوا كأدوات للعمل فقط، ضعت صناديق ديال التغطية الصحية، صناديق ديال التقاعد، صناديق ديال الحماية ديال العمال من فقدان العمل أو مخاطر العمل إلى غير ذلك. هنا كذلك البروتوكولات الدولية، يعني البروتوكولات يعني القوانين المكملة وثيقة ديال حقوق الإنسان اللي كان فيها كيف ما قلت جريمة تشغيل الأطفال والقاصرين، واعتبار بأن المسألة إهانة لكرامتهم. كاين محاربة شبكات الاتجار في البشر كيف ما كشفت عليها كيفاش أن داعش كانت كتستغل هزيديات اللي هي واحد شعب يعيش في سوريا والعراق، ويتم بيع النساء على أنهم سبايا في الأسواق، يحدد كيف ما قلت هنا سعرهم وفق جمالهم أو صغر سنهم. كاين شبكات الهجرة التي تتاجر في الناس وتستغل المعاناة ديالهم. كاين اليوم نقاش المطروح في الكثير من الدول من بينها المغرب حول مسألة ديال بعض العادات المرتبطة في الزواج اللي هي فيها نوع من الإهانة ديال المرأة ومعاملتها بمنطق ديال السعر مرتبطة بنفقة المتعة التي تطلق وتحتاج إلى واحد المقابل كأنه مقابل للمتعة ديالها، أو ما يسمى بالمهر الذي تحدد فيه المرأة على أنه السعر عنده واحد المقابل. كثير في كثير من الدول الشرقية اللي ربما كتحدد المهر ديال المرأة ربما بالمكانة الاجتماعية ديالها، ربما بالسن ديالها، ربما بالجمال ديالها، ربما المستوى الدراسي ديالها. كاين اليوم صورة الإنسان وخصوصا المرأة في الإشهار والدعاية اللي كتحول إلى مجرد سلعة، جسد يتعامل مع الإنسان خصوصا المرأة كيف ما قلت على أنها سلعة للتأثير. كي اليوم الصور التي بدنا كنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي كيف يتم كين بعض الناس خصوصا المرأة اللي كتستغل الجسد ديالها كدير نوع من الصور ديال الإثارة باش تحقق واحدة المتابعين ديالها بزاف. وهنا كتولي كتصور المرأة على أنها فقط جسد للإثارة وكتعتبر نفسها أنها جسد للإثارة أو لتحقيق إشباع الغريزة ديال الآخرين كيف ما قلت من أجل تحقيق مداخل أو رباح. كي الفكرة اللي كتقول لك أن ليس كل إنسان يملك عقلا، طفل، مجنون، رضيع، الجنين لا يملكون عقلا، وبالتالي الفكرة ديال كانت يجب أن تراجع انطلاقا من مسألة الحديث عن أن الإنسان هو بالدرجة الأساس حياة، لأن الحياة قبل العقل، وأن هذا الإنسان يملك روحا يجب أن تحترم ويجب أن يملك حياة سواء كان إنسانا حياته طبيعية أو غير طبيعية يجب أن يعيشها كما هو. هنا بعض الأمور التي أمثلة يمكن أن نوظفها لنشرح هذه الفكرة. كاين مسائل القوانين التي تجرم منع التجريب على الإنسان داخل المختبرات لأن الإنسان حياة ويشعر ويحس بالحياة، وبالتالي لا يمكن أن ننزله إلى مستوى أداة للاختبار لأن في هذا هذه تفكر القدر المطفوح تفكر ديال كانت وكذلك فكرة ديال جوزدورف. كاين النقاش المطروح حول مسألة ديال الإجهاض الذي يعتبر في أنها مس بأقدس شيء في الإنسان اللي هو الحق ديال الحياة. البعض من يتكلم عن الجريمة، البعض من يتكلم عن حرية، البعض من يشدد في مسألة ديال الجريمة ديال الإجهاض. كاين القوانين اليوم اللي كتقول لك بأن ليس هناك أي فرق ما بين شخص كامل القوى العقلية وشخص يعاني الصبغيين اللي كنسمو حنا لي مونغوليا والمتوحدين، الناس اللي كيعانوا بعض الاضطرابات العقليه
اليوم كتقول لك هما عندهم الحق ان يعيشوا، ويجب ان نوفر لهم تعليم خاص بهم، ونوفر لهم خدمات اجتماعية تتناسب مع هذه الحاجات النفسية والعقلية ديالهم. بالتالي هنا ما كنبقاش نعطيهم القيمة لأنهم عندهم عقل، ولكن عندهم حياة يجب أن تحترم وتعاش كما هي. كاين هذا النقاش طبعا مسألة ديال النقاش حول منع الإعدام، لأنه تقول لك يمس بحق الأسمى في الإنسان اللي هو حق الحياة الذي يتمتع به. كاين كذلك جريمة الانتحار، خاصة كثير من الدول اليوم بدأت تتكلم عن ما يسمى بحق الانتحار، ولكن كثير من الجمعيات دي حقوق الإنسان تعتبر بأن ده مس بالحياة كحق طبيعي مقدس، مخا الحياة ديالك، ولكن راه كاين قوانين كتحميها منك أنت وكتحميها من الآخرين. طبعا هذا النقاش سيطرح فيما بعد حول مسألة ديال أن حتى الحيوان عنده حياة عنده روح، ولهذا يجرم تعذيب الحيوان أو قتله دون مبرر، بحال النقاش اللي مطروح في المغرب حول مسألة قتل الكلاب الضالة، لأن اعتبار أن هذه كذلك جريمة. فبالتالي اليوم بدأ الحديث عن أن الحيوان ليس كذلك، ليس شيء لا يمكن أن يعامل معاملة قاسية تحط من إحساسه بالحياة أو إحساسي عفوا بالألم. كاين هاد القيمة الأخلاقية والقيمة الاجتماعية والقانونية، الفلاسفة كيقول لك أن راه ما كاينش الإنسان بالدرجة الأساس، كانت أو ريغان كيتكلموا على شي مفهوم مجرد الإنسان. أنا الإنسان خصني نشوفه على أرض الواقع، شكون هو هاد الإنسان اللي هو مواطن، اللي هو شخص مهندس أو طبيب أو معلم أو رجل سلطة، اللي هو رب الأسرة، اللي هو عضو اجتماعي، اللي هو مواطن. وبالتالي بأن القيمة ديالو خصنا تجسد. كاين أولا القيمة الأخلاقية، هذه ممكن نضيفها حتى في درس ديال العلاقة مع الغير، يعني حتى امتلاكك للعقل أو الحياة لا يعطيك قيمة، ولكن هذه القيمة خصها تتمارس. فاش كتمارس؟ كتمارس من خلال ما يمكن أن نسميه المحاربة العنصرية، واعتبارها أن جريمة اليوم تجرم العنصرية باعتبار أن الإنسانية واحدة ولا وجود للاختلافات بين الناس، رغم الاختلافات ديال الدين واللون والجنس إلى غير ذلك، ولكن الإنسانية واحدة. كاين الاتجاه المهاجرين السود في كثير اللي كانت مطروحة في الولايات المتحدة إلى حدود الستينات، كانت مطروحة كذلك في جنوب إفريقيا، العنصرية ضد بعض المسلمين خصوصا المسألة ديال الحجاب في الدول الأوروبية. كاين الحقوق ديال الأقليات الإسلامية كانت في صربيا وفي بورما اليوم وفي بعض الدول الأوروبية، أو العكس كذلك المسيحيين في الكثير من الدول العربية الدول الإسلامية لهذه الأقليات اللي ما عندهاش الحقوق ديالها، باعتبار أن اليوم اللي كنتكلموا على الديمقراطية، الديمقراطية اليوم أهم شيء في الديمقراطية هو التسامح وقبول الغير، هي احترام حرية الشخص، حرية الأقليات كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما أو غير ذلك في أن يمارس عاداته وطقوسه وحياته، وأن يكون له المجال في أن يعبر عن قناعاته دون تهديد أو دون إكراه أو دون شيء يحد من هذه الحرية. فإذا احترام الآخر هو شكل من أشكال القيمة اللي كتعطاك أنت، أي بمعنى أن القيمة ديالك ليس فقط في عقلك أو في حياتك، ولكن القيمة خصك تمارسها من خلال هاد الأشياء. ولذلك كما قلت العنصرية هي سلوك لا أخلاقي يحط من قيمة الشخص. كي اليوم كنشوفوا منظمات دي حقوق الإنسان في العالم اللي كتدافع سواء عن حقوق المهاجرين أو اللاجئين ضد الحركات المتطرفة، خصوصا في اليمين المتطرف في أوروبا الذي يدعو إلى طرد الأوروبيين أو ما يتكلم عن أوروبا للأوروبيين، وخصوصا في مجال الفلاسفة اللي كيدافعوا على أن أوروبا يجب أن تكون للكل ماشي للأوروبيين، وأن هذا الغير
سواء كان لاجئا أو مهاجرا سريا أو غير ذلك، يحق له أن يتمتع بحق العيش وحق حماية حياته وحق الصحة والتعليم داخل الدولة التي لجأ إليها. وبهذا نتكلم عن هذا السلوك الأخلاقي المتميز الذي تقوم به هذه الجمعيات التي تمارس سلوكا أخلاقيا متميزا متضامن مع هاد الأشخاص، أو كذلك كيف ما قلت الفكرة انطلاقا من أن الإنسانية واحدة رغم هاد الاختلافات الموجودة بينها. هاد كاين اليوم شفنا بعض الممارسات الأخلاقية الكبيرة والمتميزة في كثير من الدول، خصوصا في المجتمع المغربي اللي بغينا نتكلموا، التضامن مع الناس اللي كيعانيو في وضع اقتصادي أو مادي أو اجتماعي سيء مع هاد الجائحة دي الكورونا، كيفاش الناس كيديروا بعض المبادرات من أجل مساعدة المعوزين، أو الناس اللي كيديروا جمعيات من أجل مساعدة المرضى والضعفاء. هذا سلوك أخلاقي كذلك يتجلى في مساعدة الآخر، قبوله كيف ما قلت، يا إما قبوله كما هو أو مساعدته دون انغلاق على الذات. كي القيمة الاجتماعية والقانونية، نتكلم عن الشخص باعتباره مواطن يجب أن يحترم القانون، ليس أن يخاف القانون أو يطبق القانون لأنه يخاف من السلطة، اللي كنحترم قوانين ديال السير أو كنحترم الملك ديال الآخرين أو كنحترم النظام العام، راه هذا سلوك قانوني متميز، بمعنى أن ما يمكنش نحترمك إلا ما شفت هذيك القيمة ديالك على مستوى المجتمع كجزء من المجتمع وشخص يطبق القانون. شفناها اليوم من بين السلوكات ديال الكثير من الناس اللي داروا سلوكات لا أخلاقية تتجلى في عدم احترام القانون، عدم احترام الأوامر ديال الدولة في إطار ديال الحجر الصحي. طبعا هذا يهدد حياة الناس، هذه سلوكات لا أخلاقية كتبين أن هاد الناس اللي داروا هاد السلوكات ناس ما كتستحقوش يتحترموا بالدرجة الأساس. كاين ناس طبعا الذين يتاجرون بمعاناة الناس، ما يسمى بتجار الأزمة، احتكار مواد الغذاء، احتكار الأدوية، خصوصا في هذه الظروف. هذه كذلك ممارسة لا أخلاقية كتقول بأن هاد الناس لا يجب لا يستحقون الاحترام، مقابل أشخاص اللي كنشوفوهم أنه كيف ما قلت يساعدون أو يتضامنون مع أشخاص في وضعية صعبة. كاين كذلك من يتكلم على أن قيمة الإنسانية في احترام الواجبات دياله. مثال ممكن نتكلم، أستاذ لا يمكن أن يحترم ليس لك الأستاذ ولكن من خلال واجبه، الطبيب من خلال واجبه، الطبيب ملي كيشوف واحد الشخص في حالة ديال الخطر ولا يقدم له واجب المساعدة، شخص كذلك هذا يقوم بممارسة لا أخلاقية. كذلك رجل السلطة، رجل الصحة، التعليم، الأب، أي شخص لا يستحق أن يحترم إلا من خلال الواجبات التي يقوم بها تجاه الوظيفة أو العمل الذي ينجزه. في مسألة محور الشخص بين الحرية والضرورة، نحن نناقش ما إذا كان بالفعل يملك الشخص القدرة على اختيار هل يملك الشخص قدرة على اختيار وفعل ما يريد دون إكراه، أم أنه ليس هناك حرية بل الشخص محكوم وموجه من طرف حتميات وضرورات. إذن هنا كنوليو نناقشو فيه هاد
المسألة أساسية. طبعا من يتكلم عن من بالفعل يملك الشخص القدرة على الاختيار، والبعض من ينفي هذه الحرية. طبعا الموقف الذي يتكلم عن الشخص كحر اللي هو موقف ديال سارت، أو أي فكرة أو أي موقف، هذه أمثلة كدعم أن بالفعل الإنسان عنده حرية. هذو أمثلة ممكن نوظفهم أثناء تحليل ديال أفكار شي نص أو شي قولة أو شي فرضية كتدافع على الشخص كحر. كاين عندنا لأن الشخص الدليل على أن الشخص حر هو المسؤولية القانونية، انطلاقا من أن علاش غادي نحاسبوا الشخص، علاش غادي نسألوه إذا لم يكن هو الذي يقوم بذلك الفعل. وهذا طبعا يمكن أن نرد فيها على الموقف الاجتماعي التي يقول لك مثلا أن الشخص هو مجرد صورة لبيئته الاجتماعية أو لنوع التربية التي تلقاها. فإذا كان الشخص مثلا المجرم لأنه عاش أو تربى في واحد البيئة ديال الانحراف، فلماذا سنسائل عن أفعاله؟ خصنا نسأل المجتمع. ولكن القانون حينما يسائل الشخص ويحاسبه، أو المسائلة الأخلاقية اللي هي الالتزام ديالي أنا بواحد النتائج، درت واحد الفعل وخطأت فيه، إذا خصني نلتزم بهاد النتائج ديالو. فإذا في هاد الحالة كنقولوا بأن الشخص هو حر انطلاقا من أنه مسؤول قانونيا عن أفعاله. فهذا مثال لماذا نحاسب المجرم، أو لماذا نحاسب المخطئ، أو لماذا نحاسب المذنب إذا لم يكن حر، إذا لم يكن هو في النهاية موجه من طرف المجتمع، علاش غادي نحاسبه؟ إذا هذا مثال ديال كيأكد على الحرية ديال الشخص، اللي هي دليل ديال اللي هو المسؤولية القانونية أو المحاسبة القانونية أو التزام ديال الأشخاص بالأفعال ديالهم. كاين إذا كنا نقول إن المجتمع هو الذي يصنعنا، بمعنى أننا مجرد صورة طبق الأصل للمحيط الاجتماعي الذي تربينا فيه، وبالتالي نتأثر بالمحيط ونسير وفق التقاليد والعادات والثقافة التي وجدنا عليها. المجتمع شكون اللي كيصنع يعني هاد التقاليد والعادات والثقافة التي تؤثر فينا؟ من يصنعها؟ الشخص هو نفسه هو اللي يصنع. حيت ملي كنقول مثلا المجتمع متخلف، كنا ننتقد في المجتمع المغربي، شكون هو المجتمع المغربي؟ هم المغاربة. إذا ملي كنقول المجتمع المغربي ربما متخلف أو منفتح أو يسير نحو تغيير، فلأن العقلية ديال المغاربة أو الأفراد يتغيرون بالأساس. فإذا هنا كنتابع لواحد الفكرة، وهي أن المجتمع أو هاد الثقافة هي صنع ديال الإنسان. مثلا نقول تقاليد، راه هي تقاليد يعني ثقافة ديال الأشخاص. هذوك الأشخاص هما صنعوها، ومع تكرار مع الزمن أصبحت تملك سلطة وتأثيرا على الأفراد. كاين أكبر دليل كذلك على الحرية هي الثورة التي تقوم بها المجتمعات، اللي كنديروا ثورة، الهدف ديالنا تغيير الأوضاع الاجتماعية ديالنا الاقتصادية والسياسية. علاش؟ لأن كنعتبروا بأن هذه الأوضاع ماشي محتمة ومفروض علينا، ولكن هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي صنع الإنسان. إذا الثورة هي إرادة للتغيير. معنى هذا الأمر بأنه حينما نريد أن نغير، فإذا نحن نثق بأن هذه الأوضاع قابلة للتغيير، وما دامت قابلة للتغيير فهي من صنع الإنسان في حد ذاته. الإنسان الذي يريد أن يتغير باستمرار، الذي يتغير مع تجارب ديال الحياة، لأن حياتنا نحن اللي كنتحكم فيها، وبالتالي نحن اللي كنسيرها. إذا أردت أن أتغير غادي نتغير، طبعا غادي نتغير من خلال الدراسة، من خلال التجارب اللي كنعيش، من خلال أنني كنفتح على ثقافات أخرى، من خلال أنني كنطور مستويات التعليمية ديالي، اللغات إلى غير ذلك. هادو أشياء كيديروا بالإنسان، لأنه كيدرك بأن راه الحياة راه هي من صنع ديال الشخص. كاين ممكن نعطيو الأمثلة العديد من الشخصيات اليوم مشهورة أو التي بصمت في التاريخ، التي ولدت في واحد الوضع اجتماعي ولكن غيرت العديد من رجال السياسة، العديد من الرؤساء، العديد من اللاعبين، الفنانين إلى غير ذلك، اللي تولدوا ربما في وضع اجتماعي
ضعيف او سيء او غيره. كاين ناس اللي تولدوا كذلك في مثال اخر، ماشي بالضروره نكونوا نتيجه للبيئه الاجتماعيه، ممكن ان اولد في مجتمع مغربي نوعا محافظ، ولكن يمكن ان اتبنى افكار تؤمن بالحريه وتؤمن بالاختلاف، تؤمن بالتسامح الى غير ذلك. من الممكن ان اولد مثلا في دوله هولندا الى غير ذلك، بلد التسامح والحريه، ولكن يمكن ان اكون متشددا ومحافظا. علاش؟ لانني انا اللي كنبني الشخصيه ديالي، انا اللي كنحمل هاد القيم وهاد هاد هاد القيم وهاد القناعات وهاد الانماط وهاد المعتقدات، وبالتالي ما كتفرضش عليا ماشي بالضروره ان كنصور صوره من المجتمع. طبعا الموقف الذي يدافع عن ان الشخص خاضع الى الضروره باعتبارها هي ما لا يستطيع الانسان ان يتجاوزه، والحتمية هي القوانين الثابتة. الضرورة كنستعملوها في مجال الفلسفة، والحتمية كنستعملوها في مجال ديال العلوم الطبيعية. حينما نستعمل مثال، ممكن أنه نقول بأن الشخص لا يوجد وحده في العالم والمجتمع، لذلك لا يستطيع أن يفعل ما يشاء، بل هو ملتزم بقوانين وقواعد اجتماعية وقوانين قانونية وسياسية. أنه داخل المجتمع، نحن كنعيش داخل واحد دولة، هاد الدولة عندها قواعد وقوانين اللي كتحد من الحرية ديالنا، ما كتخليناش نتصرف كما نشاء. كنعيش داخل المجتمع ما يمكنش نغيروه كليا، عنده حتى هو ضوابط وقواعد كتلزمنا بالخضوع اليها. كاين سلطة كذلك تعاقب كل شخص يخرج عن القانون. فعلاً كنتكلموا كذلك العيش مع الاخرين يحد من حريتنا. هذا المثال ممكن نضيفوا حتى في درس ديال الوجود مع الغير، مسألة النقاش هل وجود الغير تهديد؟ يعني ملي تيكون الغير حاضر أمامنا، راه كنفقدوا جزء من الحرية ديالنا، لأن كنولوا تحت واحد الضغط. أنا ملي تنكون وحدي في المنزل ديالي أو في الغرفة ديالي، ماشي هي أنا مع الناس، ماشي هي أنني كنتكلم داخل واحد الجماعة، كنحس بأن الحرية ديالي تتقلص، كنولي كنحس بأنني مفروض علي أنني نتكلم وفق واحد القواعد وواحد الضوابط. ملي كنكون في واحد الوضعية معينة، كنولي تاني مفروض عليا انني كاستاذ خصني نتكلم بواحد الضوابط، وانني خصني نتصرف وفق واحد التصرفات، ماشي كشخص خارج المدرسه. اذا هنا كتولي ربما حتى الوظيفه كتفرض عليا واحد النموذج ديال التصرف، ما كنبقاش انا اللي كنختاره، كيولي مفروض عليا. ما ننساوش كذلك، رغم انك احنا قلنا المجتمع كيصنعوا الافراد، ولكن راه المجتمع كذلك يؤثر بطريقه مباشره او غير مباشره في عقليه الفرد وفي سلوكه وفي نمط عيشه. والدليل انه ليس هناك نفس العقليات، ان هذا الاختلاف ديال الناس، اختلاف ديال الشخصيات، اختلاف ديال الثقافات، اختلاف ديال القناعات، اختلاف ديال التصورات، اختلاف ديال انماط العيش، كتبين بان بسبب اختلاف المحيط، اختلاف التربية التي تلقاها الفرد، كيفاش كنشوفوا احنا، انا كيفاش في المجتمع المغربي او المسلم كيفاش كيفهم الخير او كيفاش كيفهم العدالة او كيفاش كيفهم السلوك الجيد، ماشي هو شخص ربما في مسيحي او يهودي او بوذي او غير ذلك. كيفاش انا كنحدد المقبول والمرفوض، ماشي هو كيفاش المجتمع الشرقي، ماشي هو كمجتمع غربي. اذا هنا كتولي كاين تاثير ديال الثقافه والعادات في بناء ديال الشخصيه ديالنا. احنا بعض المرات كنكونوا كنتكلموا ملي كنقولوا حشومه او عيب، راه ماشي حنا اللي تنقولوا، راه المجتمع كله كيكون في ديك اللحظه كيتكلم بصوت ديالنا حنا. كاين كذلك المثال ديال ان هناك قوانين بيولوجيه ديال النمو والحركه والعمليات البيولوجيه ديال الاكل ديال النوم، هذه كلها اشياء ما كيختارش الانسان، ولكن هي في النهايه كيدير الجسم ديالو اللي يتصرف في واحد القوانين ثابته كنسميوها بالقوانين البيولوجيه. ماشي انا اللي كناكل، الاكل هو مجرد استجابه للجوع. النعاس ما كيقدرش نتحكم فيه، انا واحد اللحظه كيوصل الجسم الى معين من الضعف كي خصو ينعس. الحركه ديال اليدين ديالي، ما يمكنش نحرك اليدين ديالي الا ما كانش انسجام ما بين تفاعل ما بين الدماغ والجهاز العصبي ديالي. كاين كذلك الحتميات اللي كتكلم على ما يسمى بالقوانين البيولوجيه القوانين الفيزيائيه،
الجاذبية ما يمكنش نتخلص منها، التعاقب ديال الليل والنهار ما قدرش نبدلو، الحركة ديال الكواكب، أسباب ديال الظواهر مثل سقوط المطر أو ارتفاع درجة الحرارة، هذه قوانين ثابتة فوق الإنسان ما يمكنش الإنسان يبدلها. كاين كذلك ظواهر نفسية الإنسان ما كيتحكمش فيها مثل الأحلام، الإنسان ماشي هو اللي كيصنع الحلم ديالو. كاين بعض الأمراض العصبية اللي مثل الهستيريا اللي ما كيتحكمش فيها الإنسان. كاين النسيان، كنقول أنا بغيت ننسى، النسيان كيوقع نتيجة واحد العمليات عقلية فوق الإنسان. كاين بعض اللي يتكلمون عن العوامل السياسية والتاريخية، كتقول لك مثلا بأن تطور المجتمعات ممكنش الإنسان يتحكم فيه، ممكن نعطيه مثلا الحروب، ممكنش الإنسان كيدخل الحرب لأنه بغي يدمر نفسه، ولكن الحرب كتكون نتيجة لواحد العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كتكون فوق الإنسان. والدليل على ذلك أن الإنسان عاش الحرب العالمية الأولى وشاف النتائج ديالها، ولكن في نفس الوقت دخل في الحرب العالمية الثانية وما كانش ممكن أن يوقفها. كاين بعض الأمور اللي الإنسان ما كيقدرش يتنبأ بهم، مثل هذه الأزمات الاقتصادية، مثل هذه الأمراض، الجوائح اللي ممكن تغير المجرى ديال التاريخ كله، هادو كيبينوا أن بعض الأمور راه فوق إرادة الإنسان ممكن أنها تحكم فيها. إذا هذا مجموعة من الأمثلة اللي ممكن تساعدكم في تحليل الأفكار. طبعا الأمثلة السياق ديالها ممكن المثال كنحاولوا نتفاداو الأمثلة في المقدمة، نخليو الأمثلة حتى المرحلة ديال تحليل أفكار النص، نكون شرح الفكرة ديال أطروحة صاحب النص ممكن يستعمل المثال. طبعا المثال ما كنقولش مثلا جملة كلمة ولا جوج، المثال خصني نشرحه مزيان باش يتحول إلى فكرة، أو أثناء شرح مضمون القولة، أو أثناء شرح فرضية ديال السؤال، ممكن نوضح حتى الأمثلة أثناء تحليل المواقف ديال الفلاسفة، ممكن في النهاية في الخاتمة أثناء تقديم الرأي الشخصي ديالي ممكن نعتبر أنه حتى المثال، ممكن نأخذ واحد المثال نشتغل عليه ونعتبره كذلك موقف شخصي. شكرا.